عز، لو بصينا للقاء تقدر تقول ان كيروش كان عنيد للدرجة ان هو عايز ينتصر لقناعاته وقراراته في الملعب على حساب الأداء الإجمالي لمنتخب مصر؟ والله هو في كذا نقطة مهمة في الموضوع ده. اولا لو كانت الفرص المصرية اللي ضاعت بشكل غريب جدا قدام الجول جت، ما كانش اظن في اي كلام هيتغير عن اللي احنا بنقوله دلوقتي بان الاداء عليه علامه استفهام. وكنا قلنا قبل المباراه ده، قلنا ان شكرا على الشخصيه اللي رجعت في المباريات اللي فاتت بالذات ماتش الجزائر، وشكرا على اللعيبه الجديده اللي ظهرت. حاجه ممتازه جدا انك تراهن على لعيبه وتديهم خبرات، لان هو ده الهدف الرئيسي كان من الموضوع. بس وعندنا النتائج والاداء، وعلى فكره يعني احنا لسه ما زلنا مصرين على الايجابيات دي برضو 100%. من قصدي عشان كده كنت بقول لك ان في كل الاحوال كنا بنفضل نقول ان شكرا على كل ده، بس لسه عندنا النتائج والاداء. مش معنى ان احنا بننتقد بعض النقاط ان احنا بنغفل الايجابيات اللي موجوده 100%. الفكره بقى ان احنا فضلنا طول الوقت كان عندنا ميزان جيد ما بين التجربه، ووصولا لان لما نيجي بقى وقت ان المباراه بتفلت نقوم رايحين على محمد شريف مهاجم، صحيح، احمد رفعت على الجناح. الحاجات اللي فضلت دايما تنصرنا كلما شعرنا باننا في موقف صعب. النهارده ما كانش في موقف صعب، وده اللي انا استغربته. يعني يمكن في ماتش الجزائر انت عامل كومباك، انت راجع، الاردن انت راجع، وبعد شوط اول كان الاردن ممكن يزود عليك سكور، انما في الماتش بتاع تونس انت مسيطر في الشوط الثاني تحديدا، مفيش خطوره خالص لتونس على المرمى. وبالتالي المسألة هنا بقى وصلت للحتة بتاعت التغييرات اللي نقلتني للنقطة اللي حسيتها واضحة قوي النهاردة، اوفر كوتشنج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل فكرة في الدنيا هي ليها المميزات والعيوب بتاعتها. أيوه. فالميزة بتاعت انك تحط أسامة فيصل على سبيل المثال وتصر على اللعبة بتاعت ان راس حربة ينزل السكند بول لمحمد شريف ومصطفى فتحي اللي جايين من بعض، هي فكرة تمام، بس ما بتديكش احتفاظ بالكوره في الوقت اللي اللياقه بتاعتك ابتدت فيه تقع. فابتدى مصطفى فتحي ومحمد شريف ومجبرين يروحوا يعملوا ادوار دفاعيه، فيبقى محمد شريف في كوره من الكرات تفلت منه الكوره القطريه اللي معديه، ومصطفى فتحي يعمل عليك فاول يجي منه جول. معلش عايز انا اسف اقول الجمله بس وتم. اتفضل اتفضل. اختيار التوقيت بتاع الفكره واختيار توقيت اللعيب اللي بجربه. النهارده مصطفى فيصل لعيب كويس جدا، انا ما بتكلمش على الاسامي بالظبط. بس النهارده انا نزلت اسامه فيصل في الدقيقه 90، لو جات له فرصه في الدقيقه 90 قبل الهدف بتاع منتخب تونس وضيعها ودخل فينا الهدف اتحرق. احنا كجمهور عندنا فكره الربط والقبول بنحسبها بنتيجه المباراه. أيوه. وبالذات المباراه المهمه. ولو سجل هدف طبعا كان بالظبط الكيرف بتاعه عالي جدا، فريسك عالي جدا ليك وللعيب. انا مش مع ان انا احاول بقدر الامكان ان انا احط لعيب ممكن يتحرق بالذات في مباراه في دور قبل نهائي، ان انا زي ما كنا لسه بنتكلم ان احنا نقلل المساحات المجازفات اللي انا بعملها الوقت المناسب الوقت اللي ممكن يعني يسمح ان اللعيب ده يكون موجود، فاهمني؟ يعني احنا على ما اعتقد مباراه ايرو في مباراه احنا مباراه لبنان ولا السودان، لا 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 الاردن، الاردن مروان داوود ما نزل وسجل هدف، الناس كلها بتتكلم عنه كويس، لكن النتيجه تسمح 2-1 والنتيجه تسمح وسير اللقاء يسمح في مساحات، خلاص المباراه اتفتحت. فهي الفكره اختيار الوقت اللي ممكن تنزل فيه لعيب ما يعني لسه بيبدا مع المنتخب ان انا ما احرقوش. صحيح. بس فهي دي النقطه. اتفضل يا عز. معلش انا اسف. لا لا طبعا يا كابتن عماد انت بتكمل الكلام فعليا. ان بالنسبه لي على سبيل المثال واحده من التجارب المصر عليها كارلوس كيروش الفكره بتاعت ان محمد شريف يلعب على الجناح. وتمام احنا متفقين ان هو عنده فكره، هو عايز امسك جناح اليمين. اما انا جاي لك في الكلام انا اقصد ان احنا متفقين ان عنده فكره انه عايز يقطع للقلب. جناح يمين هو بيدور على السكند بول، هو بيدور في كل الاحوال على السكند، هو ما بقاش عايزه جناح حتى بالطريقه بتاعت ليفربول، هو بقى عايز يلعب كرات طوليه. بس هي الازمه بالنسبه لي ما بقتش كده، هي الازمه في حاجه تانية. طيب ما انت زي ما انت بتقول ان محمد شريف انت عايز تجربه كمهاجم كجناح اسف، طب ما احمد رفعت ما تحاول تجربه كمهاجم. يعني قصدي ما هو احمد رفعت ده بالنسبه لي والله لغز كبير جدا. وبالمناسبه يعني احمد رفعت الماتش اللي فات ماتش الاردن نزل قلب لك الماتش جاب جول وعمل جول واضاف الحته الراجل مفنش 10 على 10 انت كمان محتاجه يعني ممكن يكون مفنش 10 على 10 بس انت مثلا مش محتاجه في نص ساعه فنزل مثلا عايز تنزل حد زياده مثلا في نص الملعب لكن ده انت محتاجه. ايوه اللي انا غريب جدا موضوع احمد رفعت ده بصراحه ان محمد شريف مش جناح، هو متوظف في الحته دي مظبوط،
فانت خسران منه الحته بتاعت انه يقف على الكوره يباصي كويس يعمل واحد على اثنين يعني يتصرف في المواقف دي مظبوط، وفي المقابل واخد ان هو بيروح على جول بيخلص صح. طب ما احمد رفعت انت بتاخد منه الجناح وتقدر تعلمه يخش على الجول وعملها. فانا اقصد وبالمناسبه الاثنين اختراعاتك يعني اقصد ما هو احمد رفعت ما كانش هيجي المنتخب لولا ان كارلوس كيروش موجود وتالق مره والتانية وفي المباراه. قصدك ان نجاحه محسوب ليك برضو انت كده 100%. فانا اقصد اذا كانت دي فكره، طب ما دي فكره والاثنين ملكك ودي شغاله كويس ودي مش شغاله خالص، طب اقوم مزود عليها انها بدل كمان ما تبقى مش شغاله خالص اقوم وديه مين؟